سميت هنايا الفتح الشرم. شنو سميتو الفتح؟ هاد البلاصة لا الحي مبشور، حي مبشور. اه حي مبشور. بسم الله. مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن في هذا المباشر من مدينة خويبكا. معنا خوتي يعني واحد الام اللي بغات تحكي لنا المعاناة ديالها، تقول انها عايشة في الرعب تحت التهديد مطاردات، يعني هادشي اللي تتعاود لينا. انا بعدا جاني بحال شي كنتفرج في شي فيلم امريكي، لان هنا خوتي الابن ديالها تعرض للاعتداء. تقول السبب ديال هاد المطاردات وهذا التهديد وما بقاتش لاقيه الراحه ديالها، لا هي لا بنتها لا ولدها، لا يعني الحياه ديالهم تقلبت راسا على عقب بسبب يعني الابن ديالها اللي وقع واحد النزاع ولا واحد الخصام بينهم وبين الجيران، ودخلوه يعني كيقولوا هو اللي ياكل العصا، وفي الاخير هو اللي دخل اللي تلقى عليه القبض. تساوموا بستة المليون، يعني عطات هاد الام ستة المليون باش ما يتحبسش ولدها. كتقول ربما ولا عند السبب هو ديال هاد الناس هادو اللي كيطردونا باش يقلبوا على ستة المليون ولا ثلاثة المليون ولا أربعة المليون، حسابهم راه يعني موجودة الفلوس، غير وقت ما لواولنا شي واحد الدراع نعطيو هاديك ستة المليون. خليكم معنا التفاصيل نحاولوا نفهموها من عند الام، لان هي اللي كتعيش هاد 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 الرعب هذا. السلام عليكم، انا ناديه، انا اختي تمحنت وولدي تيتعرض للمشاكل وتيتعرض للخصومه وتيتعرض في المبشى، تيصيب الناس تيهدوه ديما التهديد، حيت ولدي شدوه ليا في الحبس. ملي شدوه ليا في الحبس ديت للناس شحال دوز دوز الشهر، وداك الشهر ملي دوزو ما دوز داك الشهر وتنطلب وتنرغب حتى سمحوا لي ليه. واخا هذاك الخصام اللي وقع، علاش ولدك تشد؟ واش هو اللي تعدى ولا هو؟ لا هما اللي تعدوا، هما اللي تعدوا، كانوا ساكنين عندي كارين عندي، وبغاو هما هكا كيديروا العد الصداع، وهما اللي بغاو ينقضوا الغوت، حتى نقضوا لي الصداع مع الدري، حتى تخاصموا مع البوق. الدري عقدموه داوه ليا للحبس، وملي داوه ليا الحبس ديت الحولي دخلت بيه وعطيتهم الستة وضرب هما اللي طلبوا لك ستة المليون؟ هما اللي طلبوا لي ستة المليون وعطيتها، ودوز دري شهر تاع الحبس. ودابا ملي عطيت ديك ستة المليون علاش؟ ما بقات له بغاو هما بغاو شنو داير شنو عطيتهم ديك ستة المليون باش ما يبقاوش تابعين ليا ولدي، انا ولدي تابعينو ليا، وعطيت ستة باش ما يبقاوش تابعينو، حتى واحد ما يبقى يقيسو. واخا عطيت ستة قلت ما كاينش غير هذاك الولد عدي عاه هو بوحده. وملي صطم قرحوني وكرفصوني هاد الايام، صيفطو للجزائر، راك شتي مشى للجزائر وجا من الجزائر، خسرت يعني مشى حرق، مشى حرق، خسر ستة في الحريق وحرق وجا. وملي جا كي جا دابا كي تاني ناضو ليه احد، وما جا في الفوز الرابع، دازو جاو ثلاثة الفواج، والفوز الرابع جا فيه ولدي. وملي جا ولدي في الفوز الرابع، ملي جا ولدي في الفوز الرابع صافي نايضيلو دابا كله نايضيلو، من قنت هذا يدوي معاه من هنا، هذا يتحكك عليه من هنا، هذا يحط له الطونوبيل قدام المكازا، اللي بغى يخرج الطونوبيل ما يسيب كيخرجها. انا ما بقيت صت لا فلوس لا والي، ما بقيت صت لا باش نصلح، بقاو تابعيني وانا كنعطي في الفلوس، حتى عياوني من الخاطر وعييت. دابا ما تليتش ما ندير، ما تليتش كيف ندير. شنو دابا تقولي مثلا انك انتيا ملي عندك غير داك الوليد واحد حنينه عليه، خايفه عليه، خايفه عليه، يعني اي حاجه قاسته كيقولوا هاد الام هذه تقدر تعطي عليه؟ هذاك الشيء تيقولوا هاد الام عندها واحد كيما نقيسوه كيما نتبعوه كيما ندخلوه للحبس كيما تعطي عليه، تبيع عليه حتى الدار حتى المحل تبيعو عليه وتعطيه عليه. انا ما بقاش عندي الفلوس اللي نعطي، بعد داري الاولى بعتها، وهنا سكنت هنايا في حي مبشور، وهنا كان الدار بعدا كان بني على الحاله اللي جرات ليا، وهنا عاد كنضرب وكنبني وكنشوف داك الولد ما عرفتش كيفاش ندير، تابعينو باقي نتابعينو وباقي نتابعينو لدابا، دابا تابعينو. علاش تابعينو؟ تابعينو دابا تيقلبوا عليه، كل من تيقلب لي من قنت، هذا يقلب من هنا، هذا يقلب من هنا، اللي يشدو يديرو في الحبس، على اللي يشدو فيهم يديرو في الحبس. واخا بغينا غير نفهمو كيفاش كيجبدوه، شنو تيديرو ليه؟ تيجبدوه بيا انا، تيجبدوه بختو المجوجه، وتيجبدوه بختو اللي هي خدامه، تتمشي للقهوه خدامه، تمشي للقهوه يتبعوها عند الباب، يتبعوها تا الخدمه، يتبعوها يلاه نلحقوك يلاه نوصلوك.
هنا عند الباب ينوضوا، يعني بحال كيجي باش كيمشيو له لعند اختو باش هو لا يهضر. باش هو يضر وينوض، كيمشيو له لعند اختو ويتبعوه باش هو يضر وينوض. والسيد اللي قدامي اللي في الباب، في الباب جاري، الباب في الباب، اللي ساكنين دابا قدامكم اي اللي ساكنون قدامنا، محرش عليا الميكانيكيين، كل مره يتبسل عليا واحد يخليوني تندخل ويضربوا لي المكازا بالحجر، نخرج نطنسي بتا حاجه ما كاينه. حط ولدي الكروسه ديالك حط ولدي الكروسه ديال الحوت، يمشيو لعدو الحوت ويهزوا له الحوت من وصحة البص من الكروسه ديال الحوت. صحه زعما غير باش يهضر. زعما عباش يهضر، زعما عباش اش يهضر، كيدير ولدك ديك اللحظه ملي حتى كيستفزوا بحال هكا؟ يسكت ساعات يستفزو ويصبر ويسكت، حتى يدويش حتى يصبر، تنقول له انا ما ادويش، راه ولفو فيك ديك اللحظه ديال عطيه الفلوس، تشد نشدوك في الحبس تعطيه الفلوس. دابا هادشي هو اللي كاين. دابا انا ولدي راه محن بزاف ومكرفص وتابعينو الدراري وتابعه العصابه، العصابه من الوقت ديال الفلوس اللي عطيت على الدار اللي كنت فاش كنت كاريه في حي الامل، كنت كاريه داري كان نسمي ولا الاسماء بلاش، بغيتي تقولي الصيفه ما عندناش مشكل، ولكن الصيفه الاسماء هذا في المخزن، هذا انا تقت فيه في المخزن، هو في المخزن وتقت فيه، ملي تقت فيه جبتي البوليس هو ما معايش، لحقاش هو بوليس انا معايش الناس السابعه ما معايش، والاخرى اللي في الحي الامان الاساريه الرابعه. الرابعه ما معايش، واخا ندير فيها دعوه، ولا بيجي لي في البيوت ما معايش، واخا ندير فيها دعوه، علاش اش من دعوه تديري انت؟ تندير شكايه الدعوه تنشكي بهذا الشيء، ندلي بهذا الشيء اللي كيتبعني، يتبعوني انا يتبعوا بنتي. هي، ولكن هاد الناس اللي كيتبعوك تتعرفيهم؟ لا ما كنعرفهمش، يديروا كمامه هما كيتبعوني يديروا، كاين اللي يعني. كيدير مثلا كديري شكايه باش غادي يعرفوا رجال الامن شكون اللي تابعكم، يعني واش كتشدي عليهم شي صوره، واش كتشدي عليهم شي فيديو، باش كتوثقي يعني شي الاقوال ديالك؟ وحدين شاده لهم التصويره، واحد شاده لهم التصويره، شحال من واحد في التليفونات تنشد لهم التصاور، ولكن ما كندفعش التصاور، عا كنشكي يعني كندير. ما كتعطيش ما يفيد هذه المطاردات هذو اللي كيتابعوا يتبعوكم الناس. لا كندير على الشكايه وتصاور تصويره وداك الشيء ما كيسوقلونيش. اش المطر ما غادي تصورتي الموتور كيتبعني، البشكليت كتبعني، الطونوبيل كتبعني، واخا ملي كيتبعوك انت ولا كيتبعوا بنتك شنو تيقولوا ليكم؟ تيتبسلو على الدريه، بغيناك بغيناك تركبي معانا في الطونوبيل، بغيناك تمشي معانا، بغينا نوصلوكم للبلاصه اللي نتوما غاديين ليها، مول البشكليت تا هو يدوز، تا هو بغيتك، بغيتك تمشي معايا، بغيتك تهضري معايا، ديري معايا وقيت، وباش نعرفهم ما كنعرفهمش. واخا علاش كتربطوا نتوما الاحداث بان هادو راه جايين قاصدينكم؟ ربما يعني غير بنتك دايزه في الشارع كيما تنقولوا ديك البساله ديال الشارع ديال الشباب، ولا شي واحد كيتبسل عليه بحال هكاك عادي، باش عرفتوا نتوما بان لا داك الشيء لبس، مقصود؟ لا البساله ماشي، ما كاينش زعما بساله عاديه، بساله شنو الفرق؟ السلسله الفرق يحل لك السلسله وانت غاديه انت جايه، ويحل لك السلسله ويبدا يتبسل عليك يتحكك عليك، زعما جيبي لي ولدك، جيبي لي ولدك. ولكن واش عمرك كتسمعي هاد جيبي لي ولدك؟ لا ما كيقولوهاش ليا، زعما عا كيدير هو شي حوايج لي انا يجبد ليا بهم ولدي، باش نجيو حنا نقولوها باش انا نجي لولدي نقولها لي. انا ما كنقولش لولدي، انا كنخاف على ولدي، يعني ولدي كنخزنه، خازناه ملي جا من الحريق اللي مشاو حارقين، ما كنخليش دابا ولدي يخرج للدرب، الدرب من نهار سكنت ما كيوقفش فيه، خايفانه عليه. انا كون صعب نعطي ستة ويبقاو تابعيني، ما نعطيش ستة، انا عطيت ستة باش نتسامح معاهم، هما ما يبقاو تابعيني وانا ما نبقى تابعاهم، واخا هما ظالميني، هما اللي ظالميني، هما اللي ساكنين عندي، وهما اللي نصبوا عليا، وهما اللي داروا داك المشاكل كلها، هرسوا الشراجم هذا. انا نيتي حسنه، انا ما كنتش كنصور، انا ما كنتش كنصور داك الشيء اللي كانوا كيهرسوا، هددني نسيبو قدام ونسيب، هددني قدام لبيجي نسيب، عيطت ليه وقلت بغى يخرج ولدك من الحبس، وقال لك راه ملي بغى يخرج ولدي من الحبس هددني وقال لي انا حالف بحلوفي تنعصب ديال رجلي، هذا نسيب هذاك اللي قلتي نسيب اللي هو نصب عليا ودا ليا فلوسي وذبحت عدو لحولي في دارو خو المرا. ونهار اللي عيطت عليه واحد النهار تبعوني جوج مع الصباح، انا غادي على الطبيب، انا غادي على الطبيب، وهما تابعيني دوك الجوج على موطور، تيدوزو يقربوا لعند رجليا ويوركوا ليا على رجليا، يورك من عند رجليا، دايز من هنا دايز من هنا،
ملي لحقت طرقت لاب يجيه يقول له، قلت له شوف ولدي، ملي خرجت من داري وانا واحد السيد تابعني جوج مراتبين على موطور انا ما عرفتهمش. دابا هاد الشيء سببه قمقام هذا 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 لا ما تقولي الاسماء. ملي عيطوا عليه هاد السيد وجا، ملي عيطوا عليه وجا من دارو، جا ما يضمن نعاس جاي تيقفقف، جا على موطور لحق لقدام لاب هذاك اللي كان كيهددك. اي جا لحق لابي لحق لقدام لابيجي، قلت ليه هاد البنادم اللي كيتبعني وهاد الولاد اللي كتبعني وهاد انا تخاصمتو. ايه انا ما حاضراش الخصومه، انا كنت مع امي مريضه وانتوما تخاصمتو. قلت تخاصمنا تخاصمتي انت والحاج، نسيبك والحاج، تا ما حاضرش في المدحسه ولكن حاضر نسيبك وحاضر الحاج وحاضر ولدي وحاضر بنتي. ولدي ما حاضرش، حاضر على الطفله. قلت ليه هو عطيت سته، دخلت الدرياك وضربت شهر تاع الحبس وعطيت سته وذبحت الحولي، ولكن ملي عطيت سته قال لنا من بعد بلاتي وعطيت سته، علاش ما تفوتنيش؟ انا عطيتك سته ولدي باش تفوتني. قال لي واخا ومن بعد كاع، ومن بعد كاع عطيتي سته ومن بعد لا عطيتي سته، شنو بقى بقى يوقع؟ واقف الكوميسير ولا بوليسي، انا ما عرفت هذاك كوميسير ولا بوليسي، مهم بوليسي واقف معاه، واقف قدام لبيجي لبيجي ديال البيوت. قال لي تا ونعرف الشيطان من هاد الهضره اللي كتقول قدامي. قالوا من بعد هاد الشيء صافي، دابا دركو تابعيني هادو اللي قدامي. شنو باغيين يدبروا ثاني على شي؟ باغيين يدبروا ثاني على شي فلوس اخرى، ما بيهم لا يضربوني زعما ولا فيهم يدحسوا مع الدري يضربهم ويشدوا الفلوس. البوليس باش يحميني ولكن ما بغاش يحميني. انا البوليس ما بقاش يحميني، حتى واحد ما كيحميني. لا هو شوف، هو نقول لك علاش، ربما انا كنشوف انت كتمشي كديري شكايه كتقول لهم شي وحدين كيتبعوني، ولكن هنايا كنهضروا في الواقع، فين ادله؟ الادله من نهار البوليس وبنادم كيتبعني، من نهار اللي سكن عدي، من نهار اللي سكن عدي بوليسي. ما غاتجي تصور وتا كيجمع هو السلسله ديال صافي. انا المهم هاد المشاكل اللي وقعت لي مرتاحه هانيه، ما تيقيسني حتى واحد، جيراني جيران، انا جاره معاهم، ما كاينش اللي تيقيسني ولا اللي كيمسني. نهار اللي وقع ليا مع البوليسي المشكل من تماك وانا يعني هذا البوليسي هو اللي كان ساكن عندكم، هو اللي ضرب مع ولدك، هو اللي عطيتيه سته د المليون. اييه دابا ناطينا نسيب، هو اللي دابا نايط ليا نسيب تاع البوليسي. بلاتي باش نفهموا، دابا البوليسي ضرب مع كنتي كارياليه، ضرب مع ولدك، دخل ولدك للحبس، طلب لك سته د المليون. عطيتيه سته د المليون، عطيته خرج ولدك من الحبس، خرج ولدي، خرجت ولدي، شريت الحبس وخرجت ولدي. نعم ناض نسيب هذاك البوليسي ثاني، نسيب هذاك البوليسي اللي نايط لي دابا تيحرش عليا العصابه في المسكن. يعني حتى هو باغي شي سته د المليون، حتى هو باغي بحال هكاك. هذا الشيء اللي باين ليا، ما كيجينيش فصف السيد داحس معايا، ولكن كيصيفط ليا بنادم، تيصيفط لي مالي الماطر، يصيفط مالي الطونوبيلات، يتبعوا لي الدريه، يتبعوا الدريه حتى الخدمه، الدري تيحيدوا السنسله، الدري تيمشي يحط الكروسه في الدرب ديالو، يحطها فيها البيض ولا يحطها فيها الحوت ولا يحطها في البصله، محرمينها على الدري، ما يحطهاش، ما يخدمش، ما كيقدش يخدم، الا خدم يقصدوا يجيبوا له شي دري باش يستفزوا، يجيبوا له شي دري اخر، يجيبوا له شي راجل اخر. كيفاش ندير كوكا؟ سمحي لي كنسى، كي صافي كيستفزوه، يجيبوا له راجل اخر، يجيبوا له ولد اخر، يجيبوا له ماشي هادو، يجيو اخرين، يجيو. دابا تخيلي خريجه كامله تقرا تلاعب عليها كلها، نهار اللي نبغي نمشي للمحكمه وندي شي دعوه نكتبها وندفعها، نكتبها عند كاتب عمومي ونبغي ندفعها عند الوكيل. تيتبعني واحد على موطور وداير ربيعه بيضاء وهاز زوراق فيها ديما، يتبعني حتى ندخل المحكمه بالكمامه ويخلوضها كامله وما يخلينيش نلحق لعند الوكيل، ما نلحقش عند الوكيل. اي بوليسي بغيت ندخلو نلحق لعند الوكيل نصيب انا البوليسي يقول لي سيري فحالك، دفعيها عند الباب وسيري فحالك، ندفعها عند الباب وترجع تمشي للمحكمه، هذه المحكمه الصغيره كوميسيريا الصغيره صافي. تتبقى تم راه خارج ليا الطلب ديالي، بغيتهم انا يبعدوا، الطلب ديالي بغيتهم يبعدوا مني، تنطلب طلبه من الملك الى سمح هذا الشيء، كناشد
وكنطلب بغيتي لا سمح هذا الشيء المالك يتدخل في هذا الشيء وينهي عليا هاد العصابه. رانا ساكنه في حي مشهور عاد السوق عاد السوق عاد العريا، والبنادم اللي قدامي عاد العريا هنا اللي قدامي هنا عاد العريا. الميكانيكيين كاينين جوج حوانت كاينين ثلاثه عامرين ببنادم كلهم تيتبسلوا عليا يتحكوا عليا. هاد الشيء كله راه تناشدوا للمالك تيتحكوا لي على الدري تيتحكوا عليا انا، ولكن باش يجبدوا الدري. الدري كيتهرب وكيبعد عليهم وكيتخزن وما كيوقفش في الدرب وما كيبانش في الدرب ديالو، وكيقربوا ليه وتيوقف الطوموبيل بعد يبغي يخرج الطوموبيل ديالو ما يسيب كيخرج. يعني هنايا علاش مثلا ما حاولتيش ديري شي كاميرا مراقبه ولا قدام الدار مادام كتعرف؟ باقي ما عديش الفلوس. دابا انا كانوا عندي الفلوس بقيت نعطي 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 كل مره نعطي كل مره خرج كاري كل مره ينصب عليا كارث. انا ما ديما جايبه نيتي حسنه حتى ما بقاوش عندي الفلوس. دابا بغيت ندير شي كاميرا ما عديش باغا نديرها. دابا ما عرفت نبني ولا نتحول. دابا تحولت تحويله الاولى والثانيه والثالثه هي هذه هذه باش بحال بغيتي غير لهنا. بغيت لهنا ما صدتش لهنا. انا ولدي خايفانه على ولدي بزاف على وحده خايفانه عليه. تيتبسلوا البنات باش يجبدوا لي ولدي اللي جات لهنا للدرب يتبسلوا عليه. الدريه المجوجه تيتبسلوا عليها الدريه مجوجه مع بنياتها يتبسلوا عليها. اللي هنا قدامي اللي هنا قدامي اللي هما ميكانيكيين هنايا كلهم هاكم. اذا على حسب يعني هاد التصريحات ديالك واللي فهمت منها وشوفوا واش هادشي اللي فهمت هو صحيح او لا. لان هنا مشاهدينا هادي ام قلبها على وليداتها وخصوصا الابن الوحيد اللي عندها، لان كانت كاريه تتقول هي كانت كاريه لواحد رجل امن في اشمن حي الامل. كانت كاريه لرجل الامن في حي الامل كاريه ليه الدار سفليه وهما ساكنين الفوق. ما كيخلصوش الماء ما كيخلصش الضوء وقع بيناتهم واحد واحد الصداع. ضرب ولدها معاه صدق يعني حتى ولدها مضروب ولكن داروا لهم يعني صدق الولد دخل للسجن. ملي دخل للسجن هذاك رجل الامن طلب ليها نعم هذاك رجل الامن طلب ليها 6 مليون باش نسمح لك لولدك. تسلفوا تكلفوا وهذا توفروا ديك 6 مليون وحاولي دبحاتوا ليه يعني باش كان بحال كتلوح ليه العار. سمح ليها لولدها خدا الحولي وخدا 6 ديال المليون. فهذيك اللحظه يعني اللي خرج كتقول بان نسيب هذاك رجل الامن بقى ثاني تيتهدد عليها وتيقول ليها اشنو قال لك؟ ديما تيحلف عليا يحلف على الدري تيقول لي الدري نقطع له العصر تاع رجلي الدري نشلو تيقول لي ديما الدري نشلو الدري ديما نشلو. يعني هنايا تتقول بانها تعرضت لتهديدات من نسيب هذاك رجل الامن. هنا تتقول وقت ما خرجت هي ولا بنتها يعني كتعرضوا يعني للاستفزاز باش يجيبوا تاني هذاك الولد يدافع عليهم ويشدوه ويلوحوا ليه شي باطل كما كتقول ويولوا يتفاصلوا معها لان عرفوا بان عند ذاك الولد هو عينيها. عطات عليه 6 مليون يعني خصام اللي هو عادي وقدرت انها تعطي 6 مليون غير باش ولدها ما يبقاش في الحبس. لا ما فيه حتى حاجه. فهي اليوم مشاهدي قناه شوف تيفي كتناشد كل المسؤولين باش يشوفوا لان كتقول لك حتى رحلات لهنايا باعت دارها وجات سكنات هنايا في حي مبشور وعندها يعني مشكل مع الناس اللي قدامها بغات شكايتها يتخادوا بعين الاعتبار. ياك هادشي يا بنتي. اذا دايره انت شكايات دابا كاينين عند رجال الامن؟ دايرهم ولكن حتى واحد باش نصفي. امتى هادي باش درتي شي شحال هادي من المده؟ صافوني صافي جديد 6 شهور. دوك عاد غندير شكايات اخرين غندير شكايه ونديها الرباط ندفعها في الرباط الى ندفعها. علاش انا ما تخداش هنا والو هنا ما كاينش اللي هي نصفتني والو هنايا البولي هنايا كاع هاد الكوميسيريات ما كينصفونيش. غندير دابا الشكايه نكتبها عند كاتب عمومي وندفعها للرباط لعند هادوك سميتو البوليس ديالهم البوليس ديالهم. يعني هنا انت تقولي مازال غادي تستمري في الشكايات ديالك وكتمني انك ديوان الملكي هذاك اصحاب البوليس نعم. ندفع تما هادشي اللي باقي ليا باغا نكتبها وندفعها. يعني هنايا حاجه وحده اللي انا مازال كنقول وكنشوف واحد
واحد النقطه اللي مازال ما فهمتهاش. آه. لان ملي شي واحد يخرج العيب ولا قلتي كيشوف بنتك وحيد سلسله ولا كيتبسل ولا كيتصق وتقي وتقي داكشي ما تنشريش ما تنشريش وديه يعني كدليل ترفقيه بهذيك الشكايه ديالك باش حتى رجال الامن ياخذوا ديك الشكايه بعين الاعتبار. حيت انا صوروا زعما اني ما تنشريش كنبغي انا نصور وما كنشرش كنمشي نيشان عندهم تمشي لعند لا منين توثقي بشي فيديو ولا توثقي بشي صوره شكون اللي تابعني شي شكون اللي تابعك عندي واحد الفيديو تابعني واحد الواحد تم واش يقول لك لا غير قاع عارفني حتى شنو كتبت في الشكايه لا ها شوف تابعك ما اداك شو هذا يعني شي حاجه اللي هي خاويه حنا بغينا شي واحد كيتهدد سلسله كنبغي نصور صافي كيجمع هو السلسله وكيمشي حدا الراس هما ما تيتهدوش انا نصور هما تيديروا ستيف كيمشي هما غريب يعني فعلا غريب هاد المساله هادي وكنتمنى ما يضربكش ما يتهددش عليك يضربك يستفزك واخا باش يدخل واخا يعني نقدروا نقولوا هذاك الشارع العام واش ما كتوهميش ان راه تابعين كذوك الناس وهو راه واش نفس الشخص اللي يتبعك اليوم اللي يتبعك غدا ايه نفس الشخص الميكانيكي اللي هنايا هادو اللي هنا ما تبعني لا مره لا مرتين لا ثلاثه لا اربعه لا خمسه هادو اللي هنايا نشوفهم بالاسماء كاينين راهم كاينين هذا هو بمول الكريريسه دايرين مسطي تيتبعني ما هي لا مره هو اللي هز للدري الحوت وقولي هز ليه البصل نعم الا كانوا دائما نفس الاشخاص هما اللي كيتبعكم هادو دابا اللي راهم معروفين شنو تيقولوا لكم هما تابعينكم تابعينا بغيتك انا بغيتك بغيت نشوف بغيت نهضر معاك بات مع باتي معايا ليلى بغيت يعني واش تيقول لك غير راني بغيت وقدامك هادشي قدامك انتيا مع بنتك واخا الا كان هاد الشخص فعلا نيتو ديال انه باغي يتزوج بنتك وعاجباه وباغيها للزواج واحد شداتو في السوق قالت له علاش تابعني من الدار من الدرب شنو بغيتي راه باقي تيخرج دابا قدامنا قال ليها قالت له شنو بغيتي علاش تابعني قال لها باغي نتزوج ودابا درك تخرج هي ويخرج هو ويخرج هو زعما خوها تعالى عدي الدار معايا انا تبسلت على اختك مالو ما جا راه خمس شهور درك مالو ما جا زعما نتبسل عليك وخوك يجي عدي الدار معايا يعني اذا فعلا غريب هذا غريب هاد المساله هادي ونتمنوا يعني توثقي شي حاجه اللي يقدروا حتى رجال الامن انهم باش ياخذوا ديك الشكايه ديالك بعين الاعتبار. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي كانت هذا مباشر من سيده اللي كتقول عايشين في رعب كاملين هي وولدها بنتها يعني عايشين في رعب كنتمنوا يعني ان يتخذ بعين الاعتبار تخذ بعين الاعتبار الشكايات ديالها. دمتم في رعايه الله كنتم على المباشر من مدينه خريبكه بالضبط من حي مبشور. السلام عليكم.